بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة، لأن الله لم يجعلنا للغضب بل لإقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح. معاكم سوريا. أنا شفت المسيح كتير، والنهاردة رؤى من الكتاب المقدس الجزء الأول. هناخد دانيال الإصحاح 2 والإصحاح 7، لأن الحاجات دي هتكون مهمة جدا في دراستنا اللي جاي. بينا دانيال الإصحاح 2. وفي السنة الثانية من ملك نبخذ نصر، حلم نبخذ نصر أحلاما، فانزعجت روحه وطار عنه النوم، فأمر الملك بأن يستدعى المجوس والسحرة والعرافون والكلدانيون ليخبروا الملك بأحلامه. فأتوا ووقفوا أمام الملك، فقال لهم: قد حلمت حلما وانزعجت روحي لمعرفة الحلم. أجاب كلدانيون الملك بالآرامية: عش أيها الملك إلى الأبد، اخبر عبيدك بالحلم فنبين لك تعبيره. هم عايزين الملك يقول لهم الحلم وهم يقولوا له تفسير. فأجاب الملك الكلدانيين: إن لم تؤتوني بالحلم وتعبيره تصيرون إربا، وتجعل بيوتكم مزبلة، وإن بينتم الحلم وتعبيره تنالون من قبلي إكراما عظيما. عايز يعرف منهم الحلم وتفسيره. أجابوا: الأمر الذي يطلبه الملك عسير، وليس آخر يبينه قدام الملك غير الآلهة الذين ليست سكنهم مع البشر. غضب الملك واغتاظ جدا، وأمر بإبادة كل حكماء بابل. فخرج الأمر وكان الحكماء يقتلون، فطلبوا دانيال وأصحابه ليقتلوهم. دخل دانيال وطلب من الملك أن يعطيه وقتا فيبين للملك التعبير. وفي الرسالة إلى أهل روميا 8:1: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين، ليس حسب الجسد بل حسب الروح. حينئذ مضى دانيال إلى بيته وأعلم حنانيا وميشائيل وعزاريا أصحابه بالأمر، ليطلبوا المراحم من قبل إله السماوات من جهة هذا الأمر، لكي لا يهلك دانيال وأصحابه مع سائر حكماء بابل، لأنه حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. حينئذ لدانيال كشف السر في رؤى الليل، فبارك دانيال إله السماوات. ليكن اسم الله مباركا من الأزل وإلى الأبد، لأن له الحكمة والجبروت، وهو يغير الأوقات والأزمنة، يعزل ملوكا وينصب ملوكا، يعطي الحكماء فهما حكمة ويعلم العارفين فهما. هو يكشف العمائق والأسرار، يعلم ما هو في الظلمة وعنده يسكن النور. إياك يا إله أبائي أحمد وأسبح، الذي أعطاني الحكمة والقوة وأعلمني الآن ما طلبناه منك، لأنك أعلمتنا أمر الملك. أجاب دانيال قدام الملك وقال: السر الذي طلبه الملك لا تقدر الحكماء ولا السحرة ولا المجوس ولا المنجمون أن يبينوه للملك، لكن يوجد إله في السماء كاشف الأسرار، وقد عرف الملك نبخذ نصر ما يكون في الأيام الأخيرة. أنت أيها الملك كنت تنظر، وإذا بتمثال عظيم، هذا التمثال العظيم البهي جدا وقف قبالتك، ومنظره هائل. رأس هذا التمثال من ذهب جيد، صدر وذراعاه من فضة، بطن وفخذيه من نحاس، ساقاه من حديد، قدميه بعضهما من حديد والبعض من خزف. أنت أيها الملك ملك ملوك، لأن إله السماوات أعتق مملكة وقت دارا وسلطانا وفخرا، وحيثما يسكن بني المشر ويحوش البر وطيور السماء
دفعها ليدك وسلطك عليها جميعا، فأنت هذا الرأس من ذهب. وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك، ومملكة ثالثة أخرى من نحاس، فتتسلط على كل الأرض وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد، لأن الحديد يدق ويسحق كل شيء، وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء. وأصابع القدمين بعدها من حديد، والبعض الآخر من خزف، فبعض المملكة يكون قويا والبعض ضعيفا، لأنك رأيت أنت قد قطع حجر من جبل لا بيدين، فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب. الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا، الحلم حق وتعبيره يقين. دانيال 7، رؤية الوحوش الأربعة. بينا على دانيال 7 نشوفه شاف إيه. كنت أرى في رؤيا ليلا، وإذ بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير. وألاحظ أن الرياح حين تهب على البحر يهيج البحر وتعلو أمواجه، هكذا يهيج الشيطان وهو رئيس سلطان الهوى، لكن بسماح من ربنا بيهيج ملوك ورؤساء هذا العالم ضد شعب الله من كل الجهات. ونكمل الرؤية. وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة، هذا مخالف ذاك، ومعنى مخالف ذاك يعني غير متفقين. الأول كالأسد وله جناح نسر، وكنت أنظر حتى انتتف جناحاه وانتصب على الأرض وأوقف على رجلين كإنسان وأعطي قلب إنسان. الحيوان الثاني شبيه بالدب، ارتفع على جنب واحد وفي فمه ثلاث أضلع بين أسنانه، فقالوا له هكذا: قم وكل لحما كثيرا. الحيوان الثالث مثل النمر، وله على ظهره أربعة أجنحة طائر، أجنحة طائر، وكان للحيوان أربعة رؤوس وأعطي سلطانا. الحيوان الرابع حائل وقوي وشديد جدا. بعد هذا كنت أرى في رؤيا الليل، وإذ بحيوان الرابع حائل وقوي وشديد جدا، وله أسنان من حديد، أكل وسحق وداس الباقي برجليه، وكان مخالفا لكل الحيوانات الذين قبله، وله عشرة قرون. كنت متأملا بالقرون، وإذ بقرن آخر صغير طلع بينه وقلعت ثلاثة من القرون الأولى من قدامه، وإذا بعيون كعيون الإنسان في هذا القرن، وفم متكلم بعظائم. يبقى أربعة حيوانات: الأسد والدب والنمر وحيوان هائل. هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي أربعة هم أربعة ملوك يقومون على الأرض. واحد مملكة بابل كان عندهم الذهب وفير، ومدة حكمهم كان 70 سنة، هذه الرأس الذهب. مملكة ميدي وفارس كانوا محبين للمال أي الفضة، ومدة حكمهم 200 سنة، الصدر والذراعان من فضة. مملكة اليونان كانت أكثر رداء أو فساد ممن سبقهم، ومدة حكمهم 130 سنة، ودي كانت البطن والفخذان من نحاس. رابعا الإمبراطورية الرومانية بقسميها الشرقي والغربي، كانوا أكثر قسوة وفسادا، ومدة حكمهم كانت 500 سنة، وهذه هي الساقان من حديد، هي دول أوروبا الآن المتحدة مع المملكة الرومانية. الحيوان الأول الأسد، ودي كانت مملكة بابل، هي العراق الكلدانيين، مملكة كانت إيديها طايلة وقوية. الأسد ليه جناحين كالنسر، دليل على السرعة. عند نهاية 12 شهر كان نبخذ نصر بيتمشى على قصر مملكة بابل، ودخل الكبرياء فقال: أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري وجلال مجدي؟ دخلوا الكبرياء. الكلمة بعد بفم الملك، وقع صوت من السماء قال: لك ينقلون يا نبخذ نصر الملك، إن الملك
إن الملك قد زال عنك، ويطردونك من بين الناس وتكون سكنيك مع حيوان البر، ويطعمونك العشب كثيران فتمضي عليك 7 أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس، وإنه يعطيها لمن يشاء فأصبح زي الحيوانات في البرية. بعد 7 أزمنة قال الملك: أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق وطرق عدل، من يسلك بالكبرياء فهو قادر على أن يزله. بعد المملكة دي الحيوان التاني شبيه بالدب ارتفع على جنب واحد، مملكة من جنبين، مملكة الفرس إيران ومادي، وكانت مملكة فارس أقوى من مادي، وجاله أمر بسماح سماوي: قم وقل لحما كثيرا. فكانت مملكة فارس مملكة دموية، 3 أضلع بين أسنانه تشير ل3 ممالك كبيرة التهمها هذا الدب الفارسي. غربا كانت اليونان وتركيا، شمالا ليديا وأرمينيا، وجنوبا كانت مصر. انتهى الدب الفارسي وبين عن النمر اليوناني. الحيوان الثالث يشبه النمر، مملكة اليونان. نمر يعني مش قوي لكن سريع، والنمر حيوان ضاري جدا ويشتهر بسرعة انقضاضه. ليه 4 أجنحة نسر بالمقارنة بجناحين لبابل، وظهر في النمر 4 أجنحة كمن يطير في كل جهات العالم، وال4 رؤوس تشير لتقسيم المملكة ل4 أقسام بعد موت الإسكندر الأكبر. قام الإسكندر بغزو العالم وكان عنده 23 سنة، وغزا العالم كله في 10 سنين. ساد في الجنوب على مصر وفلسطين، والشرق على سوريا والعراق والهند، والشمال على فارس ومادي، وفي الغرب على اليونان ومقدونيا. وغزلت الإمبراطورية الرومانية المملكة اليونانية. الحيوان الرابع الإمبراطورية الرومانية، حيوان هائل وقوي وشديد جدا، ليه أسنان حديد كبيرة أكل وسحق وداس. وفعلا فقد أكل هذا الحيوان كل الأمم الأخرى ودسها وسحقها، وسيطرت الدولة الرومانية على العالم لمدة 500 سنة. كان ليها 10 قرون. كنت متأملا بالقرون وإذ بقرن آخر صغير طلع بينهم، وقلعت 3 من القرون الأولى من قديمه، وإذا بعيون كعيون الإنسان في هذا القرن، وفم متكلم بعظائم. القرون 10 من هذه المملكة 10 ملوك يقومون، ويقوم بعدهم آخر وهو مخالف للأولين، ويزل 3 ملوك، ويتكلم بكلام ضد العلي، ويبلي قديس العلي، ويظن إنه يغير الأوقات والأزمنة، ويسلمون ليده إلى زمان وأزمنة ونص زمان، يعني 3 أزمنة ونص لهذا القرن الصغير. من هو هذا القرن؟ هو ضد المسيح الخارج في رأس الحيوان الرابع، وهي المملكة الرومانية العائدة للحياة وحاليا أوروبا المتحالفة مع روما. كل الممالك المتعاقبة مع اختلاف إمكانياتها في نظر الله هي تمثال واحد يمثل قوى الشر تشترك في مقاومتها لإرادة الله، لهذا فهي تمثل وحدة واحدة مقاومة للحق. رأس التمثال من ذهب وينتهي بالقدمين من حديد وخشب، ففي هذا إشارة إلى انحلال العالم شيئا فشيئا، وضعفه وفساده المتزايد عبر الأجيال. كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين، فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما، فإن سحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا وصارت كعصافة البيدر في الصيف فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان. هنا بيتحدث عن مملكة جديدة يقيمها الحجر المقطوع بغير يدين، إذ جاء السيد المسيح مش من زرع بشر بل مولود من العذراء، هو الإله المتجسد، هو حجر الزاوية لضم اليهود مع الأمم في إيمان واحد.
الحجر الذي يأتي من السماء الذي ضرب التمثال أي صورته أرعبه وحطم كل الممالك ويعطي الملكوت لقديس الله العلي وأتى بدينونة على العالم ويأتي في مجيئه الثاني ليحطم كل قوى الشر. إذن في مجيئين للمسيح في زمانين أو نسميهم كمان دورتين مختلفتين. الأول مجيء المسيح لفداء البشرية وفعلا جاء وصلب وقام وصعد للسماوات، والتاني مجيء السيد المسيح لدينونة الأشرار وتطهير الأرض منهم وعودة شعبه لحضنه. ويظن ضد المسيح أنه قادر على تغيير الأوقات والأزمنة، لكن يجعلهم الله كعصافة البيدر في الصيف فتحملها الريح فلا يوجد لهم أي مكان على الأرض. وطبعا دي في الدينونة المجيء الثاني. نلخص، في الأيام الأخيرة تعود بابل في صورة المملكة الأشورية، وتعود ميدي وفارس متحدين مع مملكة الشمال جوج وماجوج، وتعود الإمبراطورية الرومانية المتحدة مع الاتحاد الأوروبي ويخرج منها ضد المسيح، ويعود ملك الجنوب ملك مصر، ويعود النبي الكذاب في أورشليم. وكل المجموعة دي من الملوك هتكون في وقت واحد وهو في آخر الأيام. ويجي الحجر المقطوع بغير يدين اللي هو المجيء الثاني للمسيح علشان يحطم كل ممالك الشر دي اللي موجودة اللي عايزة تهجم على إسرائيل. هو ضد المسيح الخارج في رأس الحيوان الرابع، هو المملكة الرومانية العائدة للحالية وحاليا أوروبا المتحالفة مع روما. وبكده ربطنا بالرؤية نبخذ نصر الملك في دانيال 2 ورؤية دانيال النبي في الإصحاح 7. وبين آخر الأيام، وهنربط مع المجيء الثاني ليسوع المسيح والثالوث النجس التنين وضد المسيح والنبي الكذاب في آخر الأيام والقرن الصغير والحيوانات الأربعة. وبعد كده هنربط بينهم الحيوانات الأربعة والقرن الصغير وسفر الرؤيا إصحاح 12 و13 و17، نربط بينهم في مرة تانية مع رؤى من الكتاب المقدس. آمين.